عليكم معكم وفاء من مجوهرات فاتين. كيف حالكم؟ غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا. واليوم بغيت نقترح عليكم شي حاجه اللي كتكون حلوه يعني خفيفه، شي حاجه كتلبس مع المكانه، كتلبس بوحدها لي شواغوفسكي. بالنسبه لي براسلي ديال شواغوفسكي على هذا الشكل، هذا فيهم لي بوندونتيف النازلين منهم ذهب، وكاينين لي كولور اللي بغيتو ديسپونيبل. غير تواصلوا معنا في الواتساب لي 06 23 62 52 86. غادي نشوفوا هذا لو بلون على هذا الشكل، هذا نازلين منو هاد لي بوندونتيف ذهب بالسنيسله ديالهم هكا. كنتمنى يكون واضحين لكم. بالنسبه لهادو يعني شي حاجه خفيفه ولكن كتبغي الحفاظ وصافي، يعني نحافظوا عليهم باش يبقوا عندنا. بالنسبه لو نوار حتى هو على هاد الشكل هذا، الدوري على حسب على هذا الشكل هذا، في غي بوندونتيف وحده، يعني كاين اللي بغى بوندونتيف وحده واللي بغى جوج، يعني ما كاينش مشكل، نتوما والاختيار ديالكم. دابا غادي نشوفوا كل واحد كيفاش كيجي في اليد، كيفاش كتجي البوندونتيف نازله. بالنسبه لهاد الدوري كيجي على هذا الشكل هذا، انا شخصيا كيعجبني هاد الدوري حيت كيبقى يبري في الضو هكا على هذا الشكل هذا. بالنسبه لو نوار كيجي هكا في اللبسه، كيجيو نازلين. ودابا غادي نشوفوا البياض كيفاش كيجي، حتى هو كيجي حتى هو على هذا الشكل هذا، وكيبقوا لي بوندونتيف هكا نازلين من اليد بحال هذا الشكل هذا. وبالصحه والراحه ومرحبا بكم.